نصت خطة الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022-23 على تطوير مستشفيات الأطفال وصحة المرأة بمبلغ 783 مليون جنيه، كمان إنشاء وتطوير 10 مستشفيات جديدة للأطفال، وده وفق المستهدف من التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. في نفس السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 237 ألف مولود ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وده تحت شعار 100 مليون صحة. للمزيد من المعلومات معنا عبر الهاتف دكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد. يا دكتور مساء الخير، وقول لنا في البداية يعني الاهتمام اللي بتوليه الدولة لتطوير المستشفيات وإنشاء أخرى كمان جديدة لرعاية الأطفال، أهمية هذا الاهتمام إيه والمجتمع هيستفيد منه إزاي؟ الحقيقة الدولة بتمشي بخطى ثابتة تولي هذا مسؤولية، وقمنا بعمل خطوات غير مسبوقة الحقيقة في مدد زمنية قصيرة جدا كانت تأخذ عدة عقود للوصول إلى هذه المستويات الحقيقة، بدءا من 100 مليون صحة، القضاء على قوائم الانتظار اللي هي كانت بتاخد مجموعة من السنين، النهاردة بقت تاخد عدة أيام وليست شهور وليست أسابيع، القوافل الطبية اللي احنا بنشوفها، التأمين الصحي، منظومة التأمين الصحي، المراكز الأولية التامة اللي هي زادت عددها أكثر من 50% في مدة زمنية قصيرة، اللي احنا بنشوفه بالاهتمام بصحة المرأة وصحة الطفل وأمراض التقزم والكشف المبكر عن الأورام والأمراض الغير سارية زي السكر والضغط والسمنة والضمور العضلي، يعني احنا شفنا النهضة الشاملة في كافة القطاعات بصور غير مسبوقة، ويعني كلها بتمشي في خطوط متوازية لحل هذه المشكلة، حتى العلاج على نفقة الدولة اللي جان الثلاثية، ولما نيجي نشوف التأمين الصحي بالثلاث يعني المؤسسات الخاصة به، مؤسسة التمويل، مؤسسة الرقابة اللي هي الجهار، بنتكلم ان كل ده يعني ومستوى مقدمي الخدمة، لما نيجي نشوف البنية التحتية اللي موجودة، المستشفيات على اعلى مستوى، يعني الاطباء على اعلى كفاءه، احنا شفنا الكلام ده في الست محافظات الاولى من المرحله الاولى كنا على اعلى مستوى الحقيقه، يعني كانت يعني شيء غير مسبوق، واشادت بينا منظمه الصحه العالميه في الاداء اللي احنا شفناه في القضاء على فيروس سي، وشفنا برضو الاشاده العظيمه بادائنا في ال يعني ازمه كورونا، احنا ما كانش عندنا المشاكل اللي شفناها في العالم اجمع، احنا بقى عندنا مدينه دوائيه، احنا قمنا بتصنيع ادويه كورونا ريمديسيفير، الدواء اللي تناوله الرئيس الامريكي حينما اصيب، والنهارده عندنا هذه الادويه موجوده في الصيدليات باسعار ثابته وفي القطاع الخاص مجانا، يعني المونوبيرافير الاقراص اقراص الكورونا اللي هي مضاده للفيروس، اللي هي مضاده للفيروس، الدواء الاول والوحيد هو والباكسولفيد للفيروس، مصر بتصنعه، ده اداء غير يعني صحيح. غير مسبوق، يعني ده حاجه يعني الشهاده تجعلك فخوره انك طبعًا بهذا طبعًا الاداء طبعًا. طبعا طب احنا عندنا طبعا كمان يعني عدد من المبادرات الرئاسيه في يعني في عدد من مجالات الصحه، عايزه اتكلم عن ده وعن اثره في توفير افضل الخدمات الصحيه والطبيه للمواطنين يا دكتور. احنا كنا بنعاني، مفيش بيت في مصر ما كانش بيعاني من فيروس سي مثلا، فيروس سي صحيح، كل من احنا الاراده الحكيمه والاداء اللي تم في القضاء على فيروس سي اللي اشادت بيه منظمه الصحه العالميه، ده كان شيء غير مسبوق، توفير الدواء ده حاجه غير حاجه مش سهله على فكره، احنا شايفينها حاجه بسيطه وبنتناساها، لكن هي مبادرة سريعة قوية طبعًا. أدت ومستمرة الآن فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار والأمراض الوراثية الخاصة بالأطفال والمرأة وصحة المرأة، يعني كتير الحقيقة، والأمراض السارية، يعني مبادرات كتيرة دكتور محمد، حلول سريعة في مدة زمنية قصيرة، احنا كنا مصر كانت بتعاني من هذه الأزمات واحنا ما كناش يعني عندنا إدراك حقيقي، يعني كانت الناس متعايشه مع هذا الامر، لكن
يعني كان في وضع واضح وصريح واراده للسيطره على حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، شكرا لحضرتك.